يا خوتي كي داير لاباس عليكم بخير معكم اسمو احسن واحد شخص اخوتي بلاتي نجرب زيت 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 باش غيخرج شي واحد متوخ خسرت كلشي فاش كندير هكا تجي من لهيا اجي داكشي عصير شفاف عصير الماء المهم اخوتي التحدي اليوم هو تحدي ديال العصير غنجيبو عصير ديال الزنقه وعصير ديال الدار زوين عطيه العصير عطيه العصير اول مره نزلكو شي حاجه زوينه فاني زعما مضحكه الحق التحدي اليوم هو عصير ديال الدار ضد العصير ديال الزنقه جبنا بطبيعه الحال واحد الماكينه ديال كتصاوب العواصر يا خوتي وكاينين البنان والليمون تخرج كاين شي زايد الفواكه ونحاولوا نصاوبوا عصير اللي هو زوين ديال الدار وغادي نقارنوا شكون احسن واش العصير ديال الدار اولا العصير ديال الزنقه واش التحدي ها 3 2 1 ليتس جو هيا هيا سو خوتي دابا غنبداو التحدي ها هما واش بغيتي عصير 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 الزرو كيبيع شنو خصك انا خصني العصا ايه الله لا 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 فواكه هما كاين الفريز كاين البعود والتفاح كاين الليمون كاين هادو الحوايج الكيوي واش انا جاي من الجبل هاد كاينه خوتي العواصر اللي هما ديال الزنقه ها هما ودابا غنحاولوا نطحنوا هادشي ونقادوا نطحنوها في هاد اللعيبه هادي باش نقادوا عواصر في هاد الكيسان نبداو عمليه طحين واش الموز راه طحين بهذا ما لاش الموز تقرب داكشي تحيد العصير واش ديال مقرد المهم اخوتي نبداو دابا الطحين يلاه خوتي دابا درنا ديال الليمون ها هو قديناه ها هو دابا غادي نديرو خوتي ديال البنان العز على الزيرو ديال البنان سير غادي تبدا بجوج وقديتيهم غادي يجي درنا خوتي ثلاثة البنات هنايا سير دور سير 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 بلاتي سير مازال عاوتاني سير 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 صراحة هذا الأول ما بغيناش ندوقو راه ما بغيناش ندوقو زعما باش نشوفو حتى الآخر واخا تغسل واحد شويه انايا راه ما نكذبش تغسل واحد شويه سير افتح 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 ها هو ديالو سير خوي واخا شوف ما تدوخش ما تدوخش ربي ما تدوخش حتى الاخر ونشوف اخوتي ديال البنان واحد 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 واش غيكون حسن هذا ولا فروتي ديال البنان دابا تشوف راسك راه عصيده هذه ديال البنان شوف سدينا ديال الباي وانضم الى صديقتك هذا الليمون اخوتي قال دابا اخوتي الفريز الفريز واش ليمون التفاح والتفاح اخوتي سو خوتي دابا راه كملنا العواصر كاين العصير الاول ديال الليمون العصير الثاني ديال البنان العصير الثالث ديال التفاح ديال التفاح وبقى الاخير ديال اش الفريز اخوتي الفريز ديال راسي الفريز كبيره تبارك الله واش بلا ما تقطع حيد هاد الخضوريه صافي ولوح حيد لي القزبوريه هذا حيد القزبور صافي ولوح ها انت فهمتيني دابا يا واش نديرو معاه الليمون شويه الليمون ولا بلاش ديال الفريز صراحه الليمون كيجي معاه كلشي والله زعما غيجي مع الفريز ندير واحد الفريع ديال الليمون واحد النكهه ديال الليمون فهمتي وشويه الماء هو باش تجي زاهيه ما كثرتي واش شويه شويه واش بشويه زاد شويه دير ربعه الليمونات الفوق خصنا دابا تنطحنوا عاد نزيدوا شي حاجه اخرى شويه شويه صافي برك 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 صافي سير يا طحن اخر عصير اللي غادي يتحدى هذا العصير ديال اخر عصير فيديو ماشي اخر عصير عصير خوتي غيتحدى هذا العصير هذا نشوف كيفاش احسن سير دور مزيان سير 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 راه داك الليمون انت عاطي سبعه الليمونات الفوق راه بصي ما غادي يوحل ها هو كيدور ها هو كيدور سير الله يرس جديد هذا الماكينه والله زوينه صراحه سير دور دور صفيو ولا بلا كاع ما صفيو الفواكه صفيو انا خلديك صفيو انا مالي سير سير انا صراحه كنقول بان هذا غيجي زوين هذه البنان حيت صراحه دخلت واحد شويه ديال الواعر دخلت شويه قصدو هاد الفريز هو غيجي زوين مسكر مسكر شنو مسكر اه حلو حلو فهمت سكران زعما سكر دابا خوي خوي سير 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 لا لا كاين بعدا في المنظر والريحه داكشي يا سلام شهي ودابا اخوتي غادي نبداو التحدي وخلي معك خلي معك خلي معك خلي معك يو اخوتي دابا غادي نبداو التحدي ديالنا هادشي كامل لان في الاول غير باش تصوبوا العواصف ها هما قديناهم دابا خصنا نخوه هادو علاش دابا خوه هنايا باش ندوزو باش شنو اول عصير غادي نستعملو حيت شوف اللي اختار اللي ربح غيختار اش من فاكهه غادي ندير الاول يلاه سير 3 2 1 رزق شوف غنبداو اول حاجه اللي هي باينه هي الليمون 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 يا الله اول حاجه ولكن بلاتي شكون يشرب الليمون دابا نعمل غادي نمضوا علينا اسير خذ دابا الليمون هنا
لا المهم اخوتي من ناحيه الكره من اللون راه هذا كيبان زوين هذا كيبان زوين في الديك ولكن الطعم واخر ما عرفتش شكون عنده قوه هذوك الاول ندير ندير الزيمومه بلا ما نغبر الزيمومه ندير هذا هذا عجبك شوف انت بغيت تخسر هذه تخسر يا سير تخسر الزيمومه لا 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 ضربتي هذا فوق ضربتي هذا ديال الدار اخوتي هذه ها البيت ديال الدار بلاص باش ندخل ثلاثه جوج واحد العدو هذا اسمح لي عدو 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 واه بلاتي نتبادل دابا راه شوف هذاك بلاتي ديالك صراحه انا اخوتي تنقول لكم هذا مسكر بزاف هذا فيه سكر ولكن فيك سكري بحال فيه شي مواد مزورين انا غادي نختار هذا هذا اوه الليمون ديال الدار هو اللي ربح الاول صراحة زوين ستايل ستايل زوين خاصو شوية سكر صافي ويجي واعر دابا غندوز اخوتي للفاكهة الثانية اش اختار الفاكهة زين بومبح ابدا اختار زين بومبح اختارت اخوتي اختار الفاكهة الثانية اللي هي اللي عز على الزر بزاف اللي هي البنان البنفش كيف هذيك حل اش كيفاش دير وكذلك راه طبيعي ماشي طبيعي راه شوف البنان ما عرفتش ولا كحلة شو اخوتي ولا البنان ولا كحل ما عرفتش علاش ما كانش بحال هكا فاش عصرنا كان المهم بيض شويه دخلنا مازال بلاتي 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 يلاه سير انا كنشربو مجمد كيجمدو لنا غير واحد المول حالوت وكنقطعو بلاصه وكيبيعو لنا ب 50 ريال ماشي كنشربو كناكلو كناكلو هي كناكلو مجمد واخا كيدوب لنا الثمن ديالو غير من الصباح 50 ريال من الصباح قول لكم اوا تيقول لنا ذوقو بسم الله بسم الله واعر واعر هذا هاد البايك شدات بلاتي قلع على البايك وفرح شوف شوف شربك 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 هاني شربك شربك تذكرش كلخ واع والله يتوع بريت الله عارف أنا شوف باي ديال فتحوا داي هذا صراحة هذا سلا سلا وقدا وقدا هذا واع هذا واع الله صراحة صراحة هذا واع واع كيفاش دخلت هذا هذا حسن ولا على هاد الطعم ما بقاش الطعم راه الطعم راه خليه من ورا صغير ما بقاش غتبدلها بشي حاجه صراحه انواع اوكي انت هذا هو اسمح لي هذا زوين ولكن اخوتي اللي كيبان لي بعدا عندك فرويتي ديما فرويتي كيربح مع شوق الجامع هنا اخوتي فرويتي اذا كان هذا 10 على 10 هذا 9 على 10 قريب لي قريب لي هذا 0 على 10 ولا 10 على 10 انت واحد على 10 جاوا الزيرو طيب الزيرو مش هو احسن منك مشي الفاكهه الثانيه اخوتي خليني نختار خليني نختار تفاح تفاح ولا شنو هذا تفاح ولا لا تفاح ولا فريز امي على انا تفاح ولا فريز قول شوف خلوا الفريز الاخر واختاروا تفاح نديروا فريز اخوتي كان وقتي اصلا مو ندير الفريز اخويا ندير الفريز اري الفريز شي مشكل هو كما كتشوفوا هو العصير الفريز راه كيبان لك خاطر عرفتي يا سلام واخا نشوفوا الديكور ولكن ما تنساش هذا راه فيه حليب هذا راه ما فيهش حليب هذا راه فريز بوحدو هذا فيه حليب حيت هو كيدبر راسك دبر راسك وغادي يربحك خوتي من حد الساعه بعدا راه واحد اللي ديال الدار وواحد ديال الزنقه بلاتي الريحه جاها مثلا واش ديال 10 وقع نشم فيه راه كنشرب لا واش شم شم راه الريحه كتلعب دور كيشم الباي كيشم الباي بحال فريز اصلي ماشي بحال ريحه هذا المصطنع ذوقوا دابا لا الريحه ديال هذا واه الله اه واه خوتي صراحه انا هذا جاني في الشكل يعني ما عجبنيش لا ذوق هذا ما عجبنيش راه ديري دير الباي لا الباي هذا ديالي خوتي صراحه للاسف انا باغي ديال زعما ديال الدار هو اللي ربحوا ولكن صراحه ما كذبوش ديال الزلقه هو اللي ربح ديال الزبقه ديال الدار ما ماشي هو هذاك فاش كضرب الفريزه بوحدها هي فريزه بوحدها كتدوقها بوحدها كتجيك زوينه بوحدها هي كتمدغها فهمتي ولكن كعاصفه بوحدو صحي كتعرف انه صحي صحي ولكن بغيت تقول مذاق مذاق اخوتي ربح ديال عصيرين من الاخر صراحه دابا لحد الساعه كاين جوج ديال الزنقه واحد ديال الدار وقدم الاخر ها هو التفاح هذا غنلعبوا عليه الا ربح غيكون تعادل الى خسر غادي نذبحوا المنتوجه ديال الزنقه انا هذا بلاتي بلاتي, بلاتي قلت لكم من الاول الفيديو غادي نربح هذا قلت لكم انا من الاول الفيديو اش هو هذا الشيء شي مزيان بحال الخل لا بحال الخل انا نسحبوا الجماعة عصير بحال شوف بحال بومس بحال بومس ها هذا بومس اخوتي هذا الى بومس بالله خايف ريحه شنو
مزوينه غندوقوا على الله الله يكون هذا مزوين بسم الله. خواتي بالرسول شوف بلا ما نخبو الشركه باش ما يحاسبونا يقول لك تعيب من التجار ديالنا. انا زوين اشنو خايب؟ خايب هذا خوتي زوين. دابا غندوق الاخر ونقارن عرف الزيرو القضيه راه صرت بحالك وما عجبنيش ونرد فيه. لا ولا ما قلت لك ما قلت لك صاحبي ما قلت لك صاحبي ما تندق ما تندق هذاك راه دفلت فيه هاني ها يا تو عندو كان فوق قاعده صراحه البروز ولا هذا اللي ربح هذا اللي ربح هذا لا عرف هذا بحال الماء بحال الماء بحال الماء بحال الماء يا خوتي هذا واعر هذا واعر بروز حتى انا خوتي كنصوت على هذا هذا واعر طبعا هذا واعر اخوتي ودابا غادي نشوفوا النتيجه النهائيه شحال بدا لنا هنايا جوج تعادل جوج ولكن اللي صح اخوتي هو شي حاجه ديال الدار صوبها بيديك انت عارف اش كدير عارف كلشي ماشي بحال ما كنت زنقه ولا واحد الحاجه ولا واحد الحاجه كلها ديريكت متبع عليها الماء العصر ما فكرش بوحدو اخوتي صافي اخوتي وصلنا لنهايه التحدي ما تنساوش واحد لايك اخوتي وسبسكرايب اخوتي ان بيس ليكم ولكن تيبقى ان ديما ديال الاحمر علاش احمر علاش احمر علاش دابا شكرت عليا كنت عاود علاش كنت كتبني في كل فيديو ما تندويش علاش قلتي علاش والله ما تاخذ لي التفاح بلاتي كاع واخا ماشي مشكل لا 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 بنان